السلام عليكم ورحمة الله. بزاف ديال الشباب مساكن كيجي واحد النهار وكتطلع ليه ديك المعصية اللي كيعصي بها سيدي ربي في الراس، وكيقرر انه يعطيها اتساع ويشد الطريق ديال بصح ويتصالح مع سيدي ربي، وهو كيجاهد نفسه وكيتقاتل وباقي في اليامات الاولين ما كيشعرش حتى كيلقى راسو رجع لديك المعصية اللي كان كيعصي بها سيدي ربي، وما كيعرفش فين كاين المشكل. والمشكل احبيبي كاين في انك نهار فقتي وعقتي براسك غير كتضحك على راسك وقررتي انك تتوب الى الله عز وجل، بقيتي عايش فوسط دوك العشران اللي كنتي كتمارس معهم هاد المعصيه وما عطيتيهمش اتساع. وهنا حبيبي غادي نقول لك باللي مساله انك ترجع لديك المعصيه اللي كنتي كدير مساله وقت لا غير، وقداش ما صبرتي غادي ترجع غادي ترجع. فمثلا جا واحد النهار وفقتي من القلبه وقررتي انك تقطع التدخين، عرفتي باللي ما كتستافد منه والو، بالعكس كتخسر علاقتك مع سيدي ربي وكتخسر فيه الفلوس وكتخسر علاقتك مع والديك والناس اللي دايرين بك، وهذا الشيء خلاك انك تقرر وبعزيمه انك تعطي اتساع لذاك السم وتتوب الى الله عز وجل. وفي اليامات الاولين ديالك ديال التوبه عادي بقيتي كتلم مع دوك العشران اللي كنتي كتجلس معاهم وكتكمي معاهم، وحنا عارفين باللي انت حاليا ما كتكميش وقاطع داك الشيء، ولكن بقيتي معاهم وكتمشي معاهم وكتخرج معاهم وكتلم معاهم وكتلعب معاهم وكتريح معاهم. وهنا اللي خصك تعرف واللي ما كتعيقش به باللي انت راه باقي في ميكتك، انت راه باقي جديد في التوبه، وهاد المخالطه اللي مازال كتخالط فيها مع هذوك الناس اللي كانوا عشرانك في البليه قاسحه عليك وما تقدرش عليها، حيت وانت جالس معاهم وهما كيدوروا داكشي بيناتهم. لا بدا حبيبي شدك داك الحنين الى الماضي. وهنا غنقول لك باللي غيسهال على النفس الاماره بالسوء ديالك والشيطان انهم يضحكوا عليك وانهم يجروك لعند هذوك وغيقولوا لك شوف صحابك اللي دايرين بيك، شوف شوف كاملين عايشين العالم ومبوقين وزاين، كنت بوحدك بوحدك من بيناتهم كاملين اللي كتضيع عليه هاد الفرصه هادي. شم صاحبي شم، والله حبيبي تتفلت عليك هاد الجوان هذا بالله، وانت بطبيعه الحال ما غاديش تعرف تقول لهم غير دوروا ليا معكم التنايا، وغتلقى راسك دخلتي تاني معاهم في البليه وتخلطتي معاهم ونسيتي التوبه. ونفس الشيء كيوقع لديك البنت اللي كتكون عندها عزيمه وكتقرر انها تلبس الحجاب ديالها وتستر راسها وكتقول انا بهذا اللباس هذا راه ما غاديش ندخل للجنه وما غاديش نشم حتى الريحه ديالها، وكتوب وكتبغي تشد الطريق الى الله عز وجل، ولكن كتبقى مع دوك صحاباتها الكاسيات العاريات المتبرجات وكتخرج معاهم للسوق وكتسركل معاهم. وهنا كتشوف الدراري كيلوحوا شي كلمات لصحاباتها وهي ممسوق لها حتى واحد وما دافع حتى واحد. وهنا فين كتدخل ثاني ديك النفس الاماره بالسوء وداك الشيطان وكيقولوا ليها تمتعي بشبابك وانت باقي صغيره ولابسه تما داك الشيء من حوايج وحتى واحد ممسوق ليك، شوفي صحاباتك ناشطين وضحكين ومدبرين على ريوسهم، وحتى هي ما كتحسش براسها حتى كتلقى راسها ثاني رجعات للعره. ونفس الشيء ثاني كيوقع لذاك الانسان اللي كيتفرج في الافلام الاباحيه وكيمارس العاده السريه، فحتى هو كيجي واحد النهار وكيقرر انه يقطع داك الشيء ويتوب ويشد الطريق لعند سيدي ربي، ولكن مازال باقي مع دوك العشران اللي كان كيشارك معاهم هاد المعصيه هادي وكيلوحوا ليه الفيديوهات والتصاور الى غير ذلك، وكيجي واحد النهار وكيكون جالس حداهم وشي واحد فيهم كيجبد شي موضوع على شي فيلم واعر اباحي وهو راه طالق ودنيه، وصحابو كيهضروا على شي لقطات وقعوا في داك الفيلم، وهنا الشهوه ديالو كتبدا تطلع، وهنا النفس الاماره بالسوء والشيطان كيلقاو فرصه فين يدخلوا وكيصاوبوا ليك البلان وكيقول لك بلي راه النهار فلان فلاني ما كاين ما يدار فيه وراه هذا الشيء اللي غادي نديرو، وانت بطبيعه الحال ما كتشعرش حتى كتلقى راسك رجعتي ثاني لديك المعصيه. داك الشيء علاش حبيبي غادي نقول لك نهار تقرر انك تغير وتتوب وتعطي اتساع لهاد المعصيه هادي خاصك تقرر معاها تعطي اتساع لدوك الناس اللي كنتي كدير معاهم هاد المعصيه هادي، وانت في الطريق ديالك انك تعطي اتساع لهاد المعصيه وتعطي اتساع لهاد الناس اللي كدير معاهم هاد المعصيه خاصك ولابد تقلب على رفقه صالحه، رفقه غادي تعاونك باش انك تتوب وتغير. وكل شيء في راسنا القصه ديال داك الراجل اللي قتل 100 واحد وملي مشى عند داك العالم كيقلب على التوبه قال ليه كاينه ولكن بشرط، يا سمعوني مزيان اش قال ليه؟ قال ليه خاصك ضروري تخرج من ديك القريه اللي كنتي عايش فيها وتعطي اتساع للناس ديالها، حيت كيشجعوه غير على الفساد والقتل، ونصحو باش يمشي لواحد القريه اخرى، واحد القريه فيها ناس صالحين كيعبدوا الله عز وجل، وقال ليه عبد معاهم الله تما، سمعتوا الشرط اللي حنا كنغفلوا عليه؟ واش انت قررتي انك تغير؟ واش انت قررتي انك تتوب الى الله عز وجل؟ واش قررتي انك تعطي اتساع لديك المعصيه؟ يا ودي ما تبقاش مازال مع دوك الناس اللي كنتي كدير معاهم ديك المعصيه، تفك منهم حبيبي، تفك منهم وعطيهم اتساع، وقلب لك على واحد الرفقه صالحه، الرفقه اللي غادي تشد بيدك وتعاونك في الطريق ديالك للتغيير. والسلام عليكم ورحمه الله.